اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح أولادنا وتبارك لنا فيهم، اللهم اجعلهم قرة عين وأنبتهم نباتا حسن وأعذهم وذرياتهم من الشيطان الرجيم، واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك ووفقهم لطاعتك، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم افتح على أولادنا فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركاتك ورحمتك وفضلك، واجعلهم من أوفر عبادك حظا ونصيبا وتوفيقا، واجعلهم من أوليائك وخاصتك. اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحصن فروجهم وحسن أخلاقهم واملأ قلوبهم نورا وحكمة، وارزقهم الصحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك.